سوبر ماركت اللي هي الجمعية. ايش راح نسوي الجمعية؟ طبعا كل متابعيني في كذي وفي كذي. امس انا مو قلت لكم راح 3 ايام راح ناكل خضروات وايد راح يفرق معاكم. طبعا في ناس قالت تم اليوم اطالع سنابات الصبح عصير مانجا ما شنو هذا، وين الوعد وين الوعد؟ فالحين بروح الجمعية بقول لكم شنو الاشياء اللي راح اخذها. اتمنى كنتوا تسوون معاي والله. راح تشوف شو شوفوا وجهي زين. لحظه بكبتشر ها شوف احوي شوفوا وجهي. بعد ساعتين بلبس نفس هذا ونفس النظار، شو شلون وجهي راح ينشفط كل العظم شي راح يطلع. المهم شكلي راح يكون احلى يعني. راح اصور لكم كل شيء شنو راح اخذ. ثلاث ايام اليوم وباكر واللي بعد باكر. وايد راح النظام اللي بسويه انا يمكن شخص توه ضايفني، ثلاث ايام يا جماعه راح اكل خضروات. راح ابتدي من اليوم اي بس يوع على طول خضروات. تقدر تشرب قهوه تشرب اعشاب كيفك، ولكن كاكل حلجك ما يتحرك الا بالخضروات. في وايد ناس تسالني شنو يعني خضروات؟ خضروات بعد شنو؟ خضروات. ونحاول ما ندخل الطماط لان الطماط يعتبر فاكهه ما يعتبر من الخضروات. نبي شيء بس خضروات، اي شيء اخضر اكله. واخروا عن البروكلي واخروا عن السبانخ، هذول الاثنين واخروا عنهم. ليش؟ لان فيهم اوكزالات ياذون الكلتين. صحيح ان فيهم حديد ولكن نوخر عنهم شويه. واهم شيء بالخضره يكون موجود السلري اللي هو الكرفس. سويت له يا جماعه اذا شفتها ما ادري شو مسميها انا باليوتيوب بحطها لكم. الكرفس جبار يا جماعه، يكسر اليوريك اسيد، الاملاح، يرطب البشره يخلي البشره تشي رطبه نفس البيبي، ويوازن الضغط.